أريد أن أذكر نفسي وإياكم بخمسة أمور بها إن شاء الله تعالى ننجو ممن قال الله تعالى في شأنهم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا الكلام قد يكون بالنسبة لكم مكررا، لكن من باب الذكرى ولأن له مناسبة وهي دخول هذا الشهر المبارك الذي قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا القرآن كما قال الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى فيه إصلاح للقلوب وإزالة لقسوتها، لما سئل ذكر الذكر واستدل بقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر القرآن. هذا القرآن فيه إزالة لقسوة القلوب وفيه إصلاح لهذه القلوب، واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإبراهيم الخواص رحمه الله تعالى كما في صفة الصفوة قال دواء القلوب خمسة أشياء وخمسة أمور بها إصلاح القلوب، وهذه الخمسة متوفرة عندكم نحسبكم والله حسيبكم. الخمسة فيه قال تدبر القرآن، دي فرصة أنت في الشهر ده وقاعد في مسجد وفي خلوة بتاع التحفيظ تدبر القرآن. قال وإفضاء البطن وهو الصيام، وده شهر رمضان أنت صايم. قال وقيام الليل، والآن الناس بتصلي الحمد لله التراويح، وشيخ آدم بيصحيكم الساعة 3 ولا 4 ولا ما عارفه، صحي الناس بدري برضو الناس تصلي، لكن إذا صلت التراويح تاني صلي ركعتين وسبح واستغفر واقعد. مهم. قال والتضرع عند السحر، الثلث الأخير تتضرع لله تعالى الوقت اللي بيصحوكم فيه ده، وبعد الأذان الأول تتضرع لله تعالى في الثلث الأخير بعد الأذان الأول وقبله. قال ومجالسة الصالحين، ونحسبكم والله حسيبك، الناس تجالس أهل الخير وتتعاون على البر والتقوى. وهذا القرآن فيه الهداية وفيه الخير كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا القرآن فيه الشفاء، يا أيها كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كما ذكرنا الآية آنفا. وقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا القرآن هو أعظم كلام وأبلغ كلام، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الإنس والجن أو الجن والإنس. وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال تعالى: وأن أتلو القرآن. عشان كذا يا جماعة ده كتاب عظيم، كتاب ما في كتاب في الدنيا زيه، لا في الدنيا لا في الآخرة. ما في كتاب الحارف فيه بعشر حسنات، تلاقاك الحارف بعشر حسنات، كتاب من أوله لآخره ما في ولا تناقض ولا خطأ، لا لغوي لا عقدي ولا شرعي ولا أي شيء. وحير العرب، أعرب عندهم يا نثر الكلام، يا نثر يا شعر. القرآن ده حيرهم، قالوا خدت في النثر الكلام العادي ما بيشبهه ما زيه ما بماثله، نخدت في الشعر ما بماثله، هو الكلام عنده واحد من اثنين. تحيروا ذاته لأنه كلام من الله سبحانه وتعالى. شكيت حداهم ناس عندهم بلاغة، يسووا واحد عمل له قصيدة 1000 بيت ومئتين بيت وتلتمية بيت وهو إلى آخره، ومعلقات طويلة. تحداهم بصورة، بس صورة، إنا أعطيناك الكوثر، زي الكوثر ما قدروا. يلا جوا القوة دي كيف ما قدروا ذاته، أمشوا نوموا واستعينوا بيده وشوفوا أكثر شاعر فيكم بليغ واجتمعوا كلكم سوا ووزنوا الشغلة وجاسفوها، ما قدروا، تب ما قدروا. ألقى الله في قوة زي دي؟ كلام من الله سبحانه وتعالى، والكلام ده عندك الآن بين يديك، بين يديك مصحف كله من الفاتحة للناس، تمسكه في يدك، دي نعمة كبيرة إذا صح التعبير، وفضل عظيم. الواجب عليك أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الخمسة، الأمر الأول تلاوة القرآن. نحن يا جماعة نكثر من التلاوة خاصة في هذا الشهر، نكثر من التلاوة، نقرأ القرآن. البقرة جزئين زي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. كان تقرأ في الفطر جزئين، تقرأ في رمضان 4، حاول اجتهد 5 6، فما بالك انت مفرغ نفسك. الحمد لله كونه انت الآن قاعد وفي محل زي ده ومسجد، والليل والنهار انت في المسجد إلا وقت بسيط بتمرق السكن وتجي راجع إلى آخره. أقرأ قرآن قراية كثيرة جدا وما تمل، أصلا ما تمل، ما تمل، لأنه ده باب خير وده باب حسنات، بل هو من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الحسنات. تتخيل أي حرف بعشر حسنات كذا يا جماعة، فكروا في الموضوع ده. زول عنده استحضار للمعنى ده ولشي ده، ده بمل من القرآن، طالما صوتك ده فيه أو بصرك فيه وإنت الآن هذا قدامك المصحف ما تمل، اليوم كله أقرأ تقرأ تقرأ تقرأ، ده شعره ينظف لك قلبك ذاته، صلحه لك، هو مفرغ له، ما عندك شيء، الحمد لله. شكي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ تقرأ كثير ما تمل،
كما أكرر لا تمل، طوالي تقرأ قرآن قرآن تختم، خير كثير يا أخي. الأمر الثاني تدبر القرآن، القرآن ده يتدبر، لأنه فيه قصص عن الأنبياء والرسل، وفيه ذكر الجنة، وفيه ذكر النار، وفيه ذكر صفات الله تعالى وأسمائه، وفيه من المواعظ والعبر التي لا تجد مثلها في غير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في، شفت مواعظ الكتاب والسنة ما في زيها، ما تغتر بفلان وبعلان يقول لك فلان بليغ وفلان ما بعرف ايه، وواحدين بدل يحفظوا القرآن تلقاه يحفظ في الشعر، يقول لك والله الأبيات دي خطيرة في الخطبة حقه بس أحفظها، أهو المصحف كيف والقرآن كيف؟ أقرأ القرآن وأحفظ القرآن ويتدبر القرآن. سلف كانوا يتدبرون القرآن، حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل، فافتتح سورة البقرة فقلت يقف عند المئة فتجاوزها، فقلت يكمل بها في ركعة، فافتتح سورة النساء حتى أكملها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى أكملها في ركعة واحدة. قال إذا مر بآية، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها ذكر ذكر الله تعالى، وإذا مر بآية فيها دعاء سأل الله تعالى ودعاه، وإذا مر بآية فيها استعاذة فيها تعوذ تعوذ بالله سبحانه وتعالى. يجي بآية فيها ذكر النار يدعو الله ينجي من النار، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. يجي بآية فيها ذكر الجنة يدعو الله يدخل الجنة. يجي آية فيها الذكر اذكر الله تعالى في الصلاة. قال ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم نحوا من قيامه. لا لا ما في شيء يجيبه خدته، ما في منديل بقى يجيبه وشي. عبد الرحمن جيبه جيبه خدته هنا بعيد من الكاميرا بس. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. الزول ما بينسى يا جماعة، الزول بينسى بيشرب عديل خليه جاب مويه. أنا والله متكيف منه، عبد الرحمن ده صاحبي جديد ما تشوفه كده. بعدين أول ما جيت اتونست معاه شوية، وانتوا زادكم الماء جنبه حيطة يتكي في حيطة، ما بفككم الليل المغرب والله الماء جنبه حيطة بس يشيد حيله عشان ما تقول لي فترنا وما هنا كلنا. الله يوفقنا جزاكم الله خير. قال الله أكبر بارد انت فتران أظن. قال ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني ركوع هو راكع انت بتقرا البقره والنساء وال عمران، هو قرابه الترتيب ده كده في المصحف البقره وال عمران وشنو؟ النساء. بعدين قال ثم قام فكان قيامه نحوا من ركوعه ثم سجد وهكذا. ده كله يا جماعه النازل اول شيء الله بارك لهم في وقتهم، بارك لهم. انت لو جيت تصلي صلاه زي دي الصبح بيجي والناس بيصلوا والشغله بتمشي، لو جيت تصلي صلاه زي دي، لكن الله بارك لهم في وقتهم لانهم صادقون مع الله تعالى، بل هم اصدق الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله بارك لك انت تدعو الله تعالى وتجتهد في الطاعه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك. قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هو الشاهد بك، رسول شاهد مش مشهود عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شنو؟ شهيدا. هؤلاء دل منو؟ دل نحن ذات الأمة. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سواء كانوا هم الأمة أو الكفار من أمتي. فإذا كان هو الشاهد ويبكي فكيف بالمشهود عليه؟ لذلك الإنسان يتدبر القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة من أول الليل إلى أن أصبح بآية يرددها من أول الليل، لما نصبح في ليلة بس آية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه بآية واحدة إلى أن أصبح، وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. زول عنده معاصي وزول مؤمن ومستقيم، دل حياة وموت واحد ما واحد، ساء ما يحكمون. وهكذا كان السلف يتدبرون القرآن. يبكي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا قرأ سورة القارعة، ويبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ سورة يوسف، وزرارة ابن أبي أوفى قرأ سورة المدثر في صلاة الفجر، صلى بنا الفجر فقرأ المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، قال ابن الجوزي: فلما بلغ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور خر ميتا في الصلاة وقع مات صلاة الفجر. وعلي بن الفضيل صلى أبوه بالناس فلما قرأ قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سقط ميتا، فسمي قتيل القرآن. واحد بيقول لي ابن السماك، جاءه رجل فقال: ما أعجب شيء في بلدكم؟ فذهب به، قال: هيا بنا. فذهب به فأتوا على دار فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا، فإذا في الدار امرأة، وهذه المرأة عجوز، مرأة عجوز، وفي الدار شيخ يصلي في مصلاته، في مصلاته أو في المصلى يصلي المصلى. فقال أحدهم لهذا الشيخ، قال له: يقول الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. شوف الآيات دي كيف: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال فبكى ثم أغشي عليه. قال ابن السماك: فانصرفنا، وبعد 3 أيام سألنا عنه فإذا هو قد مات.
مات الناس اللي بيموتوا بيقروا القرآن بيموتوا. أنا ما دارين الناس تموت الآن، أصل موت ده قليل الله أعلم، لكن دارين الناس ترجع لله سبحانه وتعالى. أنت ما ممكن تقرأ القرآن، الله يخوفك بالآيات بالزواجر وبالعذاب وإنت كأن لم يكن شيء ماشي زاي، ويرغبك في الجنة وماشي أنت ولا كأن الموضوع ما بهمك، موضوع خطير. تتدبر القرآن، تتدبر كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة حفظ القرآن، حفظ القرآن، أن تحفظ هذا الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث عفوا ما من رواية النواس بن سمعان، وإنما هو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في الترمذي وحسنه الألباني. حديث النعمان النواس بن سمعان سيمر بنا إن شاء الله تعالى، لكن هذا الحديث في الترمذي وحسنه الألباني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارتقي. شوف الحديث ده لو ركزت فيه ده بكون من أكبر المرغبات ليك في حفظ القرآن، من أكبر المرغبات، لأنه أي آية بتحفظها درجة في الجنة، درجة درجة. مش ده شيء عظيم؟ والزول لو حفظ البقرة دي كم آية؟ 286 آية. لو حفظ الواقعة دي كم آية؟ أو حفظ الحجر كم آية؟ كلها كم صفحة تلقى 99 آية سورة الحجر. درجات عظيمة في الجنة. هذه كان قال لك بنديك عمارة هنا في المنطقة الفلانية، حي راغي، قال لك عمارة 10 طوابق، بس انت صايم كذي شيل لك 5 شوالات اسمنت توديها هناك، ما بتوديها 50 توديها، تقول ذاته انك قضي بها الوقت مع برنامج يا اخي، وانت همك في العمارة وتشيل تمشي. ولا قال لك شيل شوال ولا بتدوق عمارة هنا بتاعت الدنيا دي، يجي زلزال يكسرها ولا تشقق براه ولا تجيها مصيبة تاخذها. قال لك في الجنة درجات، في الجنة قدر ما تحفظها هي درجة في الجنة. ده ما فضل عظيم، أحفظ القرآن. زول الحافظ جزء عمد والله حافظ شيء كثير، درجات كثيرة يعني، فما بالك حافظ جزء تبارك، جزء قد سمع الذاريات الأحقاف وماشي ماشي ماشي. ده فضل عظيم إلى أن يكمل هذا القرآن، أجر كبير وفضل عظيم. الناس تحرص على حفظ هذا الكتاب، زول تلقاه عمره 20 سنة ولسه ما حفظ، 31 سنة ما حفظ لسه، 30 سنة، 41 سنة، 51 سنة، كذا عمره 50 سنة. ده لو بيقرا ساي بس، لو بيقرا ما كان حفظه 50 سنة انت بتختم القرآن ما كان حفظه. واحد تلقى 60 سنة، لكن هو فضل من الله سبحانه وتعالى. احنا ما بنعنف على الناس، لكن بنقول الزول يحرص كل الحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة العمل بالقرآن، ودي بنقف معاه طويل إن شاء الله. العمل بالقرآن تعمل به لئلا يكون حجة عليك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال: والصلاة نور، والصبر ضياء. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وجاء في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان ذا الحديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. دي حجة ليك يوم القيامة لمن تعمل بالقرآن وتجتهد فيه في حفظه وتلاوته إلى آخره وتدبره. ونحن الآن في أمس الحوجة أو الحاجة إلى العمل بالقرآن، كما أن غيرنا ممن سبقنا كانوا يعملون، ممن وفقه الله كانوا يعملون بالقرآن. القرآن ده فيه أحكام وفيه أوامر وفيه نواهي وفيه أخبار، أخبار تصدية وأحكام تتحاكم لها وتعمل بها، وأوامر تطيع الله تعالى بالقيام بها، ونواهي تجتنبها. لما القرآن الله يقول لك سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مش كلام واضح؟ واضح. بعديت البصر والفرج تبقى علينا عشرة بل مية بل ألف. البصر تغض عن الحرام، بلدنا دي ملانة تبرج إلا من رحم الله، وإلا ما يعني ما رحم ربي من البلدان ومن الأماكن. يا محل ما تمشي تركب مواصلات تركب جنبك بيت تحيرك ذاته، وذاته بيقوا ما بيخجلوا والله الذي لا إله غيره، يتونسوا معك طوالي ما عملت حسابك يتونسوا معك. ومواضيع كثيرة، المرأة ماشية في العربية راقبة الشيخ تقول لك والله الحرامية في البلد دي كتروا خلاص. يوم ذاك أنا جيت معايا أبو أولادي والحرامي ختف الموبايل وإلى آخره، ودور بك موضوع أنت تقعد برضو تحكي لها أنا برضو سرقوني وختفوا بالقزاز وقربت ألحقه ودي العصابة متفقين سوا، واتصلت قفل الموبايل مواضيع بس والله الذي لا إله غيره. نساوين يفتحوا مواضيع ونسات كثيرة جدا تحيروك ذاته دي في محل عام. تمشي دار تشتري لك حاجة دكان من غير سبب، المرأة تضحك تضحك وتتلفت عليك تجر الونسة، هي شغلة والسكر ده زمان كان رخيص وكنت تخش في السكر والله يمرك كنت أنا والله الذي لا إله غيره. إذا تخش في موضوع محل تاني برضو تلقاه أي محل يجر معاك كلام 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 كلام، وإلى الله المشتكى. وتبرج تغض بصرك وتحفظ فرجك من الزنا ومن كل الفواحش. بل قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مما حرم الله العادة السرية وينكح الرجل ليده. قال لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستدل بحديث الصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بشنو؟ الصوم، فإنه له وجاء. قال: لأن هذه العادة أسهل من الصوم،
أسهل من الصوم، ولو كانت جائزة لدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار شنو؟ إيسرهما، فدل على أنها لا تجوز، أنه خيره إما أن يتزوج إن كان مستطيعا أو يصوم إن لم يكن شنو؟ مستطيعا. تصوم في شباب بس يحيروك تقول ليه تزوج؟ لك والله ما بنينا لسه، ها انتظر لما تبني لما تتم 40 سنة تزوج ساي وأجر يا والله بيفتح عليك. لا لا والله، يقول لك كذا اصبر لنا شوية خلاص، ويقول لك أنا في فتن خلاص صوم. الله يقول لك الشغلة دي مسخنة يا أخي، الموية الباردة كيف والعصير الموضوع ده كيف؟ طيب أنت الأذار دي، الأذار دي يسوي لك شنو؟ ما هو واحد من اثنين، يا تصوم يا تتزوج، في حاجة ثالثة ثاني؟ ما في شيء، تتزوج وتصوم، والله تتزوج ولا تصوم. وقال الله تعالى في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، تأتي إلى المساجد وتصلي. ابن عثيمين برضو ذكر أدلة غير الأدلة دي في المعصية ذيك، نحن ذكرنا الكلام اختصارا. وتتحاكم للقرآن، تعمل به وتتحاكم له، تتحاكم له هو والسنة. وده الآن نحن في أمس الحوجة إليه، لأن الليلة في خلافات كثيرة واختلافات بين المسلمين أو بين من ينتسب إلى الإسلام. ناس تلقاهم اختلفوا ولكن أنا ما متفقين، ما لكون؟ الله يقول لك الزول لا، بيقول لنا الحجابات حرام وين شايفيننا ما في أشياء، حاجة من القرآن كيف تكون حرام؟ ما هو القرآن ده الله نزل لك ووراك، قال لك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن ما نزلوا عشان نلبسوا حجبات. شكيب بن مسعود قال: التمائم لا تجوز ولو كانت من القرآن. وهكذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند إمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. أشرك، أشرك، وتميمة دي نكرة في اللغة العربية. وفي سياق الشرط: من علق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك، فقد أشرك. والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي تميمة لو علقتها شفت حلاوة بتاعت حلاوة سيمة، لو علقتها قلت دي من العين تميمة تورطيتها، لو علقت جزمة في العربية صغيرة قلت دي من العين تورطها، سلسل شعر علقته ورا في العربية، هي عربية دار لا شعر علق لها عربية. وقرون في البيت معلق لها قرون، يحيرون ذاته الله، الناس دي حيرونا جايبين قرون وبلاوي، والطفل يعلق له كمون، كل هذه تمام ما بجوز في الشريعة. اللي بيحفظ منه يا جماعة، وده القرآن بيقول لك كده، مش ده اللي اختلفوا في الموضوع ده، واحد قال لك بيجوز وانت قلت له ما بيجوز، انتوا اختلفتوا اي والي، ترجع للقرآن. وما اختلفتم فيه من شيء، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وما اختلفتم ولا فما اختلفتم، المهم هذه الآية بيّن الله تعالى فيها أن الرجوع إلى حكمه، وأن الحكم هو حكمه سبحانه وتعالى. لذلك ترجع إلى الكتاب وإلى السنة، فردوه إلى الله والرسول. في الآية الأخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من تمشي المساجد تجي تلقى ورقة معلقة، أي مسجد فيه ورقة معلقة ده مع إنه فيه خير، في بعض الناس
مساكين بيجوا بصلوا فيهم خير، لكن ده فيه شر عظيم. المسجد ده اي مسجد تلقى فيه ورقه ده فيه شر، والله فيه شر، لانهم بيعادوا دعوه الله تعالى. الورقه دي ما معلقينها لناس بتلتله، انت قال معلقينها لبتلتله ولا معلقينها لجماعه الاخوان المسلمين ناس باركوها يقول لك حلو ديلك، ما معلقين لهم ورقه، ولا معلقينها لجماعه التبليغ ده بيجوا الجامع مش بيسووا نصيحه بيتوا فيه وخاتين حلل ورا وهدوم وشنط امور. الورقه دي معلقينها لمنو؟ للسلف، للتوحيد، لدعاة التوحيد، صح ولا ما صح؟ انت ذاتك يعني اتلكلكت ما جيت ما تكلمت في الموضوع، ما بعلقوا لك ورقه ولا بيسالوك، يدوك الميكروفون تفضل يا مولانا كلامك ظريف، ما زي الجماعه ديلك انت، وديلك الظريفين، انت ما ظريف والله، تزوغ من التوحيد ويقول لك المسائل الخلافيه. ما في اختلاف بين مؤمن ومؤمن في العقيده، كيف يختلف المؤمنون في العقيدة وفي التوحيد؟ لكن ده البخالفك ده إما جاهل بالدين وإما له عقيدة منحرفة سيئة. أقول لك يا أخي ما دارين كلام في الناس، نحن ما دارين كلام في التوحيد، ولا بيخجل، ما دارين كلام في التوحيد يقول لك ولا بيخجل، الله يحيروك ذاته. توحيد ما دار فيه كلام كذا، نرجع القرآن نشوف القرآن قال شنو، لما نرجع للقرآن نحن في الكلام في العمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. أنت ما دار توحيد؟ أي الله دار توحيد، الله تعالى يريد منك التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت لكن ديل بيابوا التوحيد، هم على قسمين، يا أصحاب عقيدة باطلة وهم الصوفية ومن اتبع منهجهم، يا إما أصحاب أغراض وناس بتاع اللملمة وناس بتاع اللخبتة وهم جماعة الإخوان المسلمين، وبرضه ما بيخطوا الصوفية، ما بيخطوا لأنه شيخ صوفي. حسن البنا انت قالوا شنو؟ صوفي حصافي. والصوفيه ده عظيم جل الاسلام، لما تقرا القران ده، احنا بنتكلم عن القران، من تقرا القران تلقى الناس دي ضد القران، مش بيحفظوه؟ يحفظوه لك، يحفظوك القران ويقروك له بالمدود وبالادغام والاقلاب والاظهار والاخفاء واحكام النون الساكنه والتنوين كله، وبتجويد وبصوت جميل، لكن هم ضده. يقرأ لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يقرأ لك بتجويد ومن أضل ممن يدعو، شفت أجيبها لك كده والله بإدغام، ده يجيبها لك من دون الله بالإخفاء يجيبها، شفت مجابة يقول لها في الشدائد بتنادي منه، الله يقول لك بالنادي المكاشفي ولا البري ولا صايم ديمة ولا الكباشي ولا الركيني ولا التوم ودبانقة ولا كرفاس، تعرفوا كرفاس اسمه الهادي، يقول له كرفاس ده قال لي في الجزيرة، ولا بشرة ولا حسن ودحسونة. وقريت الآية تبع تجويد آية انت فاهمها، والله يقول لك ما الآية دي معناه الزول ما يدعو الأصنام، أصنام براون، الأصنام براء، ولا أي شيء تدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ما قال ومن أضل ممن يدعو الأصنام فقط، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الله دون الله، الله تاني أي شيء داخل في الآية، لأنه الله ودون الله، الكون فيه خالق وفيه شنو؟
مخلوق. والآية قالت لك ما تدعو دون الخالق، معناه ما تدعو شنو؟ المخلوق، صح ولا ما صح؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يدعو غير الله يا أخي. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أنا عندي يقين ما فيه شك، شفت أنا ذا شخصيا عندي يقين ما فيه شك إن الصوفية ديل ما بصدقوا القرآن، والله الذي لا إله غيره. أنتوا كلامنا ذا بتشوفوه حار، في ناس كلامنا ذا بشوفوه حار وبشوفوا فيه مبالغة، وما فيه مبالغة ولا حار، بارد بارد براها كده. النازل القرآن ما بصدقوا، لأنه التصديق ده شنو؟ تصديق ده بدوك خبر صدقته، وصدقته بلسانك وبقلبك وبعملك. القرآن يقول لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. صوفي بيقول شيخي بينفع ده مصدق، ولا يضرك ولك شيخي بينفخ ده مصدق كده يتغنى ده مصدق ده ما مصدق يا أخي. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يقول لك لا ولا ظالم ولا إيش، والله أنا موحد يا أخي، ونحن موحدين يا أخي، يقول لك ونحن ناس بنحب الصالحين. أنت بتحب الصالح ولا بتعبد من دون الله؟ أنت بتحبه دي شنو؟ بتحبه يعني شنو؟ بتحب فلان مش حبيته؟ أي في الله ولا في دنيا؟ في الله، كويس كويس. طيب قال لك حبه ولا قال لك ولا قال لك ناديه؟ أنت لما تقول يا شيخ فلان الحقنا، دي محبة ولا ده دعاء؟ ده دعاء، ده شرك بالله تعالى، وهذا كفر وردة وضلال، ضلال كما في سورة الأحقاف، كفر كما في سورة المؤمنين هو المؤمنون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أريد كما في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أنت لا ترتد، أنت لا قلت لا إله إلا الله، يعني ما بعبد إلا الله، ما بيستحق العبادة إلا الله تعالى، ليه تاني تنادي الشيخ؟ والشيخ تلقى نايم نص الليل، عربية دارة تنقلب، يا الفقيه الحقنا، والفقيه يشخر يشخر، هذا يلحقك كيف يعني؟ تخش له في الحلمة ولا الزول كيف يلحق؟ ولا يكون بالنهار بيتغدى الفقيه، بياكل في الكسرة بالشطة ولا بالعيش باللحم، وانت تنادي فيه يا خلق بتخليه ياكل الزول هو بيسمعك؟ ولا يكون مات الفقيه، مات راقد في قبره جنبه منكر ونكير ونكير، من ربك؟ وده بقول لا الحقنا، ما دينك؟ وده بقول لا الحقنا، فاضي ليك ده؟ كذا اللي بقى مارك انت، هذول شغل تقديم جوبك، والله الذي لا اله غيره، زول يدعو غير الله تعالى، ده ضد القرآن، وهذا عدو لله، عرف او لم يعرف، جهل او لم يجهل، ام لم يجهل او لم يجهل. فلذلك الانسان يرجع الى القرآن، خاصة في العقيدة والتوحيد، لأن ابن القيم قال القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، يا وراك الأسماء والصفات، يا رغبك في الله، يا أمرك بدعاء الله بعبادة الله، يا ذكر لك الأنبياء ذي بيدعوا للتوحيد، يا ذكر لك الجنة ده مكان الموحدين، يا ذكر لك النار مكان الناس الخالفوا التوحيد، يا إلى آخره، ذكر لك الأحكام دي من لوازم التوحيد. وهكذا القرآن توحيد،
زول بيدعو غير الله تعالى ده ضد القرآن. علموا الناس قصايد في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، وماك يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، بيزيلوا البيك رجال الله ولا الله؟ رجال الله ولا الله سبحانه وتعالى؟ والله وبإصرار بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، أهل السلسلة بناديهم، ديل أهل الله بناديهم، حيين ميتين بناديهم. هذا ده ما عدوا لي الله؟ ما زول عنيد؟ والله زول عنيد. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال لقد سألتك ما هو أهون من هذا. والحديث ده خطير. كيف يقول الله تبارك وتعالى ليهون أهل النار عذابا؟ قال زول في النار. لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك. إصرار وعناد، فأبيت إلا الشرك. شكر رب العزة والجلال قال في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون شنو؟ على الحنث العظيم. قال ابن عباس أي الشرك بالله تعالى ده الحنث العظيم، نازل يصر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشرك ده أمر عظيم. والآن إذا رجعنا إلى القرآن ونظرنا إلى حال هؤلاء من المتصوفة إلا من رحم الله تعالى من الجهلة ممن إذا عرف عرف وإذا نبه انتبه فهذا قد يعذر، لكن هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك والذين يعملون بالشرك. برع يقول في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. قال كان جات مصيبة في البلد نادي إسماعيل، إسماعيل قبة وقعت بركة تب القبة ذات الرب وقعت فيه راقته فيال الطوب وقع تل تل تل. وفي خور في خيرام في البلد ديك حاجة زي خور كذي، وهو القبة وقعت الرب أسي بصلحوا فيها تاني بيبنوا فيها إن شاء الله تاني تقع. قولوا أمين. بلاوي ساي عزاب وما لاقين يتزوجوا يبنوا للأموات يبنوا ليهم وساوي لهم لمبة جوا كمان ده ما قالوا بذاكر بالليل ساوي لي لمبة ليه وتراب
بعد شوية الله يستر بيلقى النسمة، مكيفات النسمة تلقاها جوا برضو ضاربة، شغل تقديم ما جوبك تحت مكيف ما بحلك، الله يدخلوك في عوامة تاعت مكيف، يدخلوك جوا في تلاجة ما بتحلك. لكن إن الله داري نجي، إن الله يريد نجاتك نجاك سبحانه وتعالى. الواجب على الناس أن يرجعوا إلى القرآن، خاصة في التوحيد وفي غيره. يا أخي علموا الناس إنه الشيخ بيعلم الغيب، والله قوماك نزاور، ذا البرعي قال كذي في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. فكذاته رايح ما عارف الدرب، فكيف تاجر ما بجيب اي رايحه ولا بعرف لك الرايحه. ناس توحد الله تعالى، اسال الله يا اخي، اسال الله برجع لك، وكان ما رجعت لك في الدنيا تلقاها في الاخره. شفت قصه يوسف عليه السلام، يعقوب وتولى عنهم، يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما دي أداة حصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بيشكو لمنه؟ إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في النهاية رجع له ولا ما رجع له؟ رجع له، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إلى آخر الآيات. فالله برجع لك، كان ما رجعت لك في الدنيا دي تلقاها قدام، لكن تلجأ إلى الله تتوكل على الله، داير جنى طوالي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ما في شيخ بيدي جنى كباشي كم أدى ولد، قالوا كذي ده البرعي بكتاب علام الطريق قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. في كباشي بدي طفل وكباشي اللي أداه منه ذاته. كباشي ده مش كان يوم من الأيام طفل ألا أدى أهله منه؟ مش الله سبحانه وتعالى مش أغلى كباشي نساوين يركبن الركشات مدعطرات مزينات ويمشن للشيخ أبويا الشيخ دار لي جنة والله الذي لا إله غيره. في شيخ بدي جنة يا مرت لمي على بيتك، والله الكلام ده شرك وكفر بالله تعالى وخيابة، كفر وخيابة. يعني الله قال في القرآن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالناس ترجع إلى القرآن في كل شيء، في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام وفي كل شيء. آخر شيء الاستشفاء بالقرآن، من خمسة الاستشفاء بالقرآن. القرآن ده تقرأ وتنفث في المريض، أو تقرأ وتنفث في موية وتشربه. استدل العلماء وبعض العلماء على هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ ونفث في كفيه ومسح بهما ما استطاع من جسده. فتقرأ القرآن على نفسك أو على المريض تنفث فيه، أو تقرأ في موية تشربها، تقرأ الموية وتشربها.
تقرأ وتنفذ فيها وتشربها، مش تكتبها في لوح وتحط اللوح السكن، سكن فيه مرض تحطه في الموية وقول لك دي محاية، ولا تكتبها وقول لك دي بخرة، قول لك دي بخرة تتبخر بها. والله واحد سواق بتاع عربية ذكر لي منطقة أنا ما أقدر أذكرها، قال لي واحد مشت مرة شابة جميلة، قالت عندها مشكلة وكذا وكذا وكذا، قال كتبوا لها 3 بخرات، قال لها الصباح تمشي اللوضة ديك تتبخري فيها، اللوضة جوا فيها مجرم قاعد، والساعة كم تمشي اللوضة ديك، والساعة 6 تمشي اللوضة الفلانية، راجلة قاعد قال لها تمشي شيلي بخرات، أمرك أمرك مرقة طوالي بقى مارق بيها، الحمد لله دي تراها اتلحقت، إن شاء الله تتوب من عقائد المنحرفة. ما في بخرات، الصحابة ما عملوا بخرات ولا شربوا محايات، صحابة أبو بكر وعمر إلى آخره ما كانوا بيكتبوا في اللوح بالسكن وحطوه وشربوه، كلام الآن أشياء جابوها الناس ما أنزل الله بها من سلطان، وتلقى بتاع المحايات والبخرات إن مرض امشي الدكتور حيرك ذاته، تمشي انت المسجد وين الشيخ ولقى الشيخ الليلة حاسي، حاسي يعني شنو يعني مريض، ها وجهه وين؟ الله يقول لك مشى ساهرون، وهو مشى ساهرون ونحن ساهروا بينا بإجاز، انت ما اركب رقش طوال الحقه يرقدوك في سرير والشيخ يرقدوه في سرير، زي ما بيضعنوه يضعنوك ويضعنوه ويبلع في الحبوب، وانت باقي لك يجيبوك يشربوك المحاية، ولو فيها شفا كان شيء كان مشى الدكتور، انت ما تفكر بالراحة، وكان مشى الدكتور وبيريد الحقن هو ولا شنو عنده كاروشة ولا شنو ولا بيريد الحبوب، ما يشرب مويته دي مالية بزاغ مالية بلاوي، والله وبخرات وكذا يمرق لك في تايلاندا عشان علاج، ويجي رايع ويستقبلوه نزول الشيخ من الطيارة من الطائرة وركوب الشيخ إلى السيارة، ثم إنه أتى إلى منطقتي والحمد لله من رحلة علاجية استمرت لمدة كذا وكذا، والمحايات قاعدات والبخرات قاعدات يدون للدراويش المساكين، يا ناس ده كله هوس كله باطل، قرآن ده تقراه ودل فيه الشفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.